تمتد شبكة الشرق بعيداً من منطقة الشرق وحتى لندن وكيب تاون وإلى نيويورك وكوالالمبور لتبني وعياً جديداً وجيلاً جديداً، مطلعاً على العالم وتجاربه ومتصلاً ببعضه البعض. يملك مهارات وقدرات مهنية ويلهمه وعي عالمي تقوده القيم. مهم جداً أن نتصل ببعضنا البعض، لكن ما الأهم من ذلك؟ أن تجمعنا مناطق اهتمام مشترك مع الآخرين، وهذا ما توفره دوائر الشرق الشبابي الخمس: دائرة الآفاق، طاولة الشباب المفكر والناقد من المهتمين بالعلوم الإنسانية والاجتماعية، ابتكارات الشرق، معمل المهتمين بالعلوم والتكنولوجيا، شعلة الشرق تضاء بشبكة من رجال الأعمال الشباب والمهتمين بريادة الأعمال، إضاءات الشرق، مسرحنا الإعلامي وصوت الشباب المهتم بالصحافة والإعلام، فسيفساء الشرق، لوحة المؤمنين بالفن كجسر للتواصل بين الثقافات المنوعة. لكل دائرة انعكاس في الدواوين المحلية وفي الشبكة الرقمية، وكل مرآة تعكس أنشطة الدائرة وفعالياتها المنجزة والقادمة، والتي تشكل الشبكة بشكل فريد وتجمع البعيد بالقريب حول التخصص والاهتمام المشترك. دواوين الشرق هي شبكاتنا المحلية في الدول والمدن المختلفة، وينسق أعمال كل ديوان محفزون في 23 دولة. لما لا تنضم أنت أيضاً للشرق الشبابي حيثما كنت؟ تقدم وانضم لنا واحصل على فرصة المشاركة في برامج فريدة تربطك بموجهين متمرسين وبشباب يشاركونك الاهتمام. شرقاً أو غرباً، كن معنا وابقى متصلاً. الشرق الشبابي، معاً للأفضل الآن.